سمار أكيد ضمن الشهر الوردي الإخبارية السورية كل يوم عم نستقبل ضيف لحتى نحكي مع الدكتور ونتوسع أكثر عن الشهر الوردي، كيف فينا ننقذ حياة أي أم أو أي أخت شاكة بحالة أنه عندها سرطان. بدنا نرحب بالدكتور لوران دي سليمان، أخصائي أورام في مشفى البيروني. صباح الخير صباح دكتور، النور، وأهلا صباحكم يا وسهلا رب. فيك. الله يخليك يا رب، تسلمي. يسعد صباحك دكتور، صباح وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نتعرف أكثر عن طرق الكشف المبكر عن سرطان الثدي. الحقيقة كلمة كشف مبكر إلى يعني معاني كثير كبيرة. رح أحكي بس بالبداية قصة بسيطة عن سيدة إجت لعندي، بس رح ساعد بهاللوحة هاي. سيدة عمرها حوالي 40 سنة أو أكثر شوي، 43 سنة. إجت لعندي عندها كتلة بالثدي بال 2019، عندها كتلة 4 سنتيمتر. فجاي هي عاملة جراحة وجاي لعندي بهذا الوضع. فعم باخذ منها قصة، بتقلي إنه أنا من سنة شكيت إنه في عندي شيء بالثدي، فسألت حدا من الكادر الطبي، طبعاً مو طبيب مختص يعني، فبيقول لي إنه هي شغلة لي فيه وما لها أهمية. فأنا هملت الموضوع، هذا الحكي كان من سنة. فإذا هي السيدة من سنة كان عندها كتلة 2 سنتيمتر وحاليا عندها كتلة 4 سنتيمتر. إذا خلينا نحكي عن مفهوم بالأورام مهم جدا، هو زمن تضاعف حجم الورم. بهي الحالة عندها هي زمن التضاعف للورم هو سنة، يعني اليوم 4 سنتيمتر، من سنة كان 2 سنتيمتر. فإذا هو بهالمرحلة شوي كان نمو بطيء. طبعا في أورام زمن تضاعف تبعها بيكون شهر أو شهرين أو ثلاثة، فبيكون شوي أسرع. خلينا نحكي عن الكشف المبكر. طبعا بكتله 2 سنتيمتر السيده بتحس فيها بالفحص الذاتي، تمام. بهيك حاله هي قادره تكشف ورم حجمه 2 سنتيمتر. واذا هي السيده بتراجع طبيب قبل بسنه تقريبا، بتكون الكتله حوالي 1 سنتيمتر. هي الطبيب قادر يكشفها، السيده ما قادره تكشفها اذا ما عندها اعراض. هلا بنجي على الماموغرافي، شو هو قدم لنا دور. هلا بال 2017 الكتله كان حجمها 1 سنتيمتر، 2016 كانت حوالي 5 ملم، وبال 2015 كانت حوالي 2-3 ملم، وقد تكون على شكل تكلسات صغيره هون مثل ما انتم شايفين بالصوره. طبعا هذا الثدي، هي الحلمه والهاله، عم حاول شوي شبه الرسمي لحجم الثدي تقريبا. فبهالمراحل هي 2015-16 ما حدا قادر يكشفها الا الماموغرافي، تمام. طيب دكتور، لما نحن عنا كتله، هي الكتله هي ليفيه ولا هي بتبين فورا بالسنين ال 15 او 16 او 17 بتبين فورا انه هي فيها شيء او فيها بالماموغرافي؟ اي ممكن تعطي علامات شو، ولكن ما بتظهر بالفحص السريري، لذلك الماموغرافي هون قدم لنا دور كثير كبير. طبعا هي السيده لو يمكن اصلا انتظرت 6 شهور او سنه كان صار حجم الكتله 8 سنتيمتر، صار بمراحل كثير متقدمه. خلينا نحكي شو معناتها كشف مبكر وشو له أهمية بهذا الموضوع. طبعا سيدة عندها 4 سنتيمتر، عملت جراحة جزئية للثدي، ما شالت الثدي كله، وبهيك حالة نسبة الشفاء عندها 80%. 80. لو انه هي جاية من سنة كان شالت جزء صغير كثير من الثدي، ونسبة الشفاء عندها حوالي 90%. تمام. لو انه جاي ب 2017 شايفة طبيب مختص وفحصها، كان نسبة الشفاء عندها حوالي 95%، ولو جاي قبل نسبة الشفاء حوالي 100% تقريبا او 99%. لذلك هون نحن نتمنى انه السيدات يجوا بهالمراحل هاي حتى نحن نشخصهم ونحصل على نسبه شفاء حوالي ال 95 لحد ال 100%. اذا بتجي بمراحل متاخره بعد سنه تقريبا، نسبه الشفاء ما بتتجاوز 50%، اضافه انه هون الجراحه راح تكون فيها استئصال كامل الثدي، هذا الشيء نحن ما بنتمنى صراحه. نعم، هذا هو هدف الكشف المبكر. دكتور، نحن دائما بنحكي عن شروط الفحص، يمكن بايامنا هي ما عاد في انه فوق سن ال 40 انه اذا في عامل وراثي، لا، لازم كل الصبايا هن يفحصوا حالهم ذاتيا، واذا حسوا بشيء يروحوا عند الدكتور. طبعا. وفي كثير من الصبايا ما بيعملوا هذا الشيء. شو هي العوامل يلي انت بس تشوفيها بالثدي عندك لازم فورا تتجهي الى الدكتور، بغض النظر عن عمرك وبغض النظر عن الوراثه؟ طبعا في عندنا كثير اشياء ممكن الصبي اذا بتحس فيها بفحص الذاتي للثدي. طبعا الفحص الذاتي غالبا بيصير باخر يوم بالطمس. اذا بتحس بوجود كتله بالثدي، اذا بيصير في عندها نز من الحلمه، نز مصلي او مدمى، شيء غريب عن العادي. إذا بتحس بألم بالثدي، إذا بتحس بتغير بشكل الجلد على شكل قشرة البرتقال أو شد بالحلمة، هي كلها عوامل ممكن تساعد أنه هي
فكر بشيء. صراحة الكشف المبكر أنه أنا شك بوجود شيء قبل ما يكون موجود، أو قبل ما يكون هو بالفعل حقيقة موجود. أما وجود كتلة 4-5 سنتيمتر هي ما عاد كشف مبكر. تمام دكتور، خلينا نحكي عن أهمية الدعم النفسي للمريض، خلينا نحكي عن دور الطبيب بالبداية، بعدين دور الأهل والمجتمع بشكل عام، وهل من الضروري أنه يخبروا المريض أنه هو معه هذا المرض ولا لا؟ مثلا في عندي قصة، يعني حدا من العائلة بعد ما خبرنا أنه معه المرض خلال شهرين كان متوفي، فقديش يعني أهمية الدعم النفسي وقديش ضروري نخبي المرض؟ أنا يعني هيك يعني خلال تجربتي بلاقي انه لا، انه ما نقول له نصدمه انه انت معك المرض، يعيش حياته طبيعيه وبس. ما بعرف شو رايك بهالكلام. طبعا بالنسبه للمرضى مختلفين عن بعضهم بشكل عام. المريضه اللي بتعرف شو معها، انه هي معها ورم ثدي، بتقدر تتعامل معنا بطريقه اسلس اظرف شوي يعني. تمام. عاده المريضه بتجي لعنا على العياده بوضع نفسي مزري، متوتره كثير، خايفه كثير، مو عارفه شو بدها تعمل يعني. فبهاي الوقت هذا دور الطبيب، انا عاده بعطي المريضه بهاي الوقت هذا نص ساعه، احيانا ثلاث ارباع ساعه، حتى شوي اعطيها شويه معنويات، نشرح لها شوي عن مرضها، شو نسب الشفاء. ما بدنا نخبرها التفاصيل السيئه، لنقول نخبرها شغلات شوي بتفائل عن وضعها، وانه هي لازم تلتزم بالمعالجه حتى تاخذ افضل نتائج. طبعا الدعم النفسي للطبيب هو له دور كثير كبير، الدعم بالادويه خلال المعالجه له دور كثير كبير. إذا في إمكانية إنه أنا ما أعطيها شيء يعمل تساقط شعر، كمان بيكون هذا الشيء كتير كويس. بالنسبة للأهل خاصة الزوج صراحة يعني لازم يكون هو زوجته على الحلوة والمرة مثل ما بيقولوا. وقت بتجيني السيدة مع زوجها الوضع كتير مختلف، غير ما تكون جاي لوحدها بدون ما يكون معها حدا من العائلة. وقت تكون جاي مع زوجها بتحس إنه هو معها بهالمرحلة بهالأزمة، بتطلع من عندي كتير مرتاحة، ومنكون أنا والزوج والأهل وهي ضد المرض. لازم نحن كلنا نكون معها ضد المرض. فبالنسبة لأخبار المريض يعني وقت تجيني مثلا ختيارة سيدي، ختيارة كبيرة بالعمر، ما كتير يعني هي مثقفة، لنقول إذا ما خبرتيها بمرضها مو مشكلة، ولكن إذا كانت صبية صغيرة أو عمرها 40-50 سنة أو جامعية ما فيك ما تخبريها، ما بتقبل المعالجة يعني. تعرف أنه هذا المعالجة رح تكون قاسي عليها، ليش بدك تعطيني إياها إذا هي يعني أنا ما في داعي لها، ما عندي شيء. لازم تخبريها حتى تحس بأهمية الموضوع والعقوق يعني العقبة، هي صعوبة المرض أو صدمة الأولى نتجاوزها إن شاء الله. نعم دكتور، مع انتشار السوشيال ميديا بإيد الكبير والصغير والمراهقين وكل العالم، يمكن صاروا الناس أكثر دراية، ولكن نحن دائما نقع بأخطاء شائعة هي بالمجتمع. خلينا نبلش هيك سؤال سؤال واستفسار استفسار يمكن بحياة كل صبية. نبلش بالليف، هل الليف ممكن يتحول لسرطان؟ وهل الليف ممكن انه هو يخلي السيدة ما تحبل اذا كان موجود بالثدي؟ لا مو هيك القصة. هلا في فرق بين ورم ليفي سليم وبين ورم خبيث. ورم ليفي سليم هو عادة بيكون اضطراب ناتج عن اضطراب هرموني بالثدي او تغيرات بالمستوى الهرموني بتعمل اضطرابات ليفية بالثدي، خاصة بنشوفها هي عند صغار بالعمر، عمرهم 20-25 سنة. هدول غالبا الافات اللي بتصير عندهم بتكون سليمه، ولها علاقه كثير باضطراب الطمس او وجود كيسات على المبايض. فبهيك حالات احنا ما بدنا نخوف السيده، بس لازم نقيمه بطريقه كويسه، لازم تقييم الشواعي يكون جيد. طبعا باعمار صغيره بنلجا للايكوغرافي مو للماموغرافي، بعد 30 بنفكر بالماموغرافي الا اذا كان في شيء مشتبه بشكل واضح. عم نشوف احيانا سيدات عمرهم 23 سنه و20 سنه عندهم اورام بالثدي، ولكن بتكون مشتبهه بالفحص بس بالايكو بالماموغرافي الى اخره. لذلك هو ما بيمنع السيدة من الحمل، لأنه الورم اللي في السليم ما في منه مشاكل. أما إذا كان في عندي ورم بالثدي أنا هون ما عاد فكر بالحمل حالياً، بدي فكر بشيء تاني إني أعالج مريضة. ولكن الليف ما بيتحول إلى لا سرطان. لا. طيب دكتور، الحالات اللي إجت وعملت عملية جراحية معقول يرجع على المرض ولا لا خلص أبداً؟ ممكن. في عنا نسبة الشفاء هي اللي كنا عم نحكي عنها 90% ولا 80%، ولا فإذا كان نسبة الشفاء 90% إذا في عنا نسبة 10% هدول ممكن ما يشفوا أو يرجعوا للمرض. تمام. فوارد يرجع. دكتور، لما سيدي أو الطبيب بياخذ خزعة، هل الخزعة بتؤدي إلى انتشار الورم بكل أرجاء الثدي؟ هذا مفهوم خاطئ. هذا مفهوم خاطئ. طبعاً. تمام، يعني نحن عم نحكي حكي هيك بنحكي بين بعضنا انه نحن صحيح ولا مش صحيح. هي الشائع كثير بنشوف انه دكتور انا ما بدي اخذ خزعه، خايف ينتشر المرض، بدي اشيل الكتله وخلص يعني.
رح احكي كمان قصه هيك صغيره اجت لعندي. للاسف كلهم سيدات يعني جامعيات صغار. ايه جامعيات عمرها 35 فود ونتيجه يعني ممكن هذول بيلعبوا دور بهيك موضوع. اجت لعندي سيده عندها كتله بالثدي 3 سنتيمتر وهي ما كثير مفكره فيها صراحه، بس انه حدا نصحها انه شوفي دكتور. اجت لعندي ففحصتها طلبت منها ايكوموغرافي، الكتله مشتبهه صراحه. فوقت اللي جابت لي الصوره هي كثير متوتره وخايفه، لان بدنا نعمل خزعه. قال ليش الخزعه؟ قلت له بدنا نتاكد انه شو فيها، يعني كثير توتره فظيع. ف راحت ما عاد شفتها، بتجي لعندي بعد شهر بتقول لي انا عملت العمليه. عمليه شو عملتي؟ انا اصلت الثدي. انا زعلت، حرام يعني عمرها 35 39 سنه تشيل الثدي على كتله 3 سنتيمتر، هي حرام. قلت لها ليش شلتي الثدي كله؟ قال انا كنت خايف كثير. قلت له الدكتور شلي اياه خلص، انا خايف. هي الكتله كنا عم نحكي عنها من شوي اللي هي صار عمرها 3 4 سنوات حجمها 3 4 سنتيمتر، ما بقى على اسبوع ولا اسبوعين تعمل شيء، يعني مو هون الخوف، الخوف قبل. فلا تستعجلي، لا تخلي التوتر يخليكي تقومي بخطوه ما فيك تتراجعي عنها. هو يمكن من الصدمه هيك صار معه. طبعا من الصدمه اول رده فعل راحت قالت له خلص شيء. بالضبط، هذا خوفه توتره هو اللي كان السبب. تمام. طب كيف الدكتور بيقبل انه هو يعمل تجريف كامل للثدي خوفا من انه يرجع ينتشر؟ لا هلا علميا علميا بهيك احجام من الاورام 3 سنتيمتر علميا الافضل هو انا اشيل الكتله مع حواف حولها مع تجريف العقد القبطيه او اخذ عيني منها، ولكن كمان علميا انا اذا شلت الثدي هذا شيء ما هو خاطئ ولكن غير مفضل. تمام. ايام زمان كان نشيل الثدي كان في خوف انه انا بدي اشفي المريضه. تمام. هلا صار الشفاء محقق، انا صار هدفي اشفيها وهدفي حافظ لها على على السدي على نفسيتها. بالضبط. أصعب شعور للسيدة هي أنا يعني شفته على كذا مريضة بلحظات كثير مؤلمة، أصعب شعور عندها وقت بتفك الضماد. تمام. بقى تبكي، شعور كثير مؤلم. تمام. ما بتمنى حدا يتعرض لهالموقف أبدا. أما إذا كان في قصة صار جزء من السدي بضل الوضع شوي أهون صراحة. أكيد. دكتور خلينا نحكي عن دور الرياضة والتغذية بالوقاية والعلاج من سرطان الثدي. هلا الرياضه كل ما انا شوي شوي عم تسكت فوائد كثير كبيره حقيقه، مو بس بالثدي، بكل الاورام وحتى بكل الامراض. رح احكي كمان حالات انا عم شوفها. انا عموما المرضى اللي بيجوا لعندي كلهم بيقولوا لهم كنت امشي كل يوم نص ساعه على الاقل. طبعا الا اذا كان سيده كبيره بالعمر عمرها 60 70 سنه عندها مشاكل صحيه، يعني المهم تكون عندها نشاط فيزيائي. ف بحكي قصه اجت لعندي مديره مدرسه فعندها عامله صار كتله بالثدي وتاخذ معالجه. وزنها شوي زايد، يعني وزنها شي 75 كيلو، فأنا قلت لها بدنا نمشي، بدنا نعمل رياضة، قالت لي أنا جاهزة. فشوفها بعد شهر ونص، نازل وزنها حوالي 8 كيلو، لابسة بوت رياضة، بجامة رياضة جاي لعندي، بكامل أناقتها. هاي المريضة بتتحمل معالجة كيماوية وشواعية وغيرها بطريقة كتير كويسة. اللي بيعمل رياضة بتتحسن نفسيته، بتتحسن شهيته، بيصير عنده ثقة بنفسه وبجسمه، ما بيعود يخاف من مشاكل كتير بسيطة ممكن الواحد يتعرض لها بحياته. تمام. فأنا مع الرياضة وهي صراحة لها دور كتير كبير بتحمل المعالجة والوقاية من المرض. نعم. دكتور بنرجع للتواصل الاجتماعي، كتير بنشوف مثلا خدي هي العشبة كتير مفيدة، هي الخلطة كتير مفيدة، هي ما بعرف شو هيك، يعني إلى ما لا نهاية من القصص يلي ممكن هي تكون تجارية لحتى يمشوا منتج ما، وهي يمكن بعيدة كل البعد. خلينا نحكي، هل عن جد صار في علاج ممكن بالأعشاب أو ممكن ب أو علاج دوائي؟ خلينا هيك نوعي شوي إنه وصلنا لهي المرحلة ولا بعد. هلا المعالجات اللي عم نكتشفها بأيام يومين مع يوم هي علاجات مجربة بطرق علمية بتجارب مدروسة. خلينا نحكي على السوشيال ميديا شو هي مشاكلها. صراحة هي سلاح ذو حدين، يعني وقت أنا بشوف معلومة على الفيسبوك أو على اليوتيوب أو على الانترنت منشورة وهي صحيحة، هي عم تقدم نصيحة كثير كويسة. وقت أنا بشوف برنامج محكم أو في ناس خبراء عم يحكوا فيه، هذا برنامج مفيد بالمطلق. وقت أنا بشوف خبر على اليوتيوب ما بعرف من وين مصدره، ما بعرف مين اللي عم يحكي فيه، عم يحكي فيه شخص قد يكون بين قوسين طب اعشاب او قد يكون واحد مثل ما بيقولوا يعني العسل والحلبه مع بعض خلطيهم وحطيهم على التدريب. هذا المشاكل بنشوفها كثير. يعني هذا صراحه ياما عندي مرضى تاخر علاجهم من ورا هالمشاكل، وياما عندي مرضى انه المرض بشكل عام بيهرب من كلمه علاج كيماوي، فبده اي شيء يلجأ له حتى هو يرتاح من هاي الفكره، يرتاح. فبتامل يكون في انه عنده خير. يعني
واحد من المرضى بيجي لعندي مريضة ابنها بيقول لها خدي هذا اللوز المر، كلي لوز مر صحته كثير كويس. فاللوز المر في مادة اسمها سيانيد، وبياخذ للشخص 4-5 حبات ممكن ما تأذي، ولكن وقت بياخذ كمية كثير كبيرة رح يصير عنده مشاكل عصبية كثير كبيرة. فالمريضة اجت لعندي بعد ثالث جرعة بعد ما اعطاها اللوز المر صارت كثير تعبانة. ما بيجوز هالكلام، يعني نحن عم نحكي خذي معلوماتك من طبيب. ممكن تطبق على شخص، على شخص ثاني ما يمشي. لا لا ما بتزبط، هي مو بس على اللوز، على كل شيء، على كل شيء. هو هذا ما هو علاج، هذا مو علاج. لا لا هذا هذا كذب كبير. طيب لكن دكتور سمعان اكيد بالنحل، انه النحل يعملوا لساعات بيبتدي وبعدين انه بتشفى المريضه كمان. يعني كثير عم نسمع سمعات جديده عن الشفاء بالخلطات الطبيعيه او بالنحل او بالاسات. الدكتور الوحده بس بدها تهرب من العلاج. بالضبط بالضبط، بعد انه تقصدي قد تكون لسعه النحل قاسه شوي معالجه. فلا هذا الحكي وانا صحيح ابدا ابدا. تمام. لانه المرضى كلها بتحب تهرب من الكيماوي، يعني بيعتقدوا هن اول ما يبلشوا كيماوي يعني هن بدهم يعني يتوفوا او يصير لهم شيء. شو رايك انت دكتور بهالكلام؟ هلا نسبه الشفاء بعد الكيماوي قد ايه؟ هلا كنا عم نحكي عن نسب الشفاء. هذا طبعا هي نسب الشفاء اللي انا عم بحكي عنها هون، هي نسب شفاء بهيك مراحل، بالمراحل المبكره اللي هون شايفينها. هي نسب شفاء المرضى ممكن تحتاج معالجه جراحيه. طب ليش ما كتبت 100%؟ ليش 99؟ لانه احتمال يرجع المرض شيء للزمن. تمام. فنحط لك اياها 100% اذا بدك. الموضوع بيريح المشاهدين. ما في علاج بالعالم كله لاي مرض كان يشفي 100% مطلقا، هذا معروف. أوكي. ممكن نضطر نغير الدواء. فبهيك مراحل المريضه ممكن تحتاج معالجه جراحيه بسيطه، وممكن تحتاج معالجه هرمونيه او شعاعيه اول شيء. تمام. بهيك مراحل صار المعالجة الكيماوية كل ما قدمنا لقدام صارت المعالجة الكيماوية شبه إلزامية. تمام. فلذلك أهمية الكشف المبكر بأنه أنا أتجنب قدر الإمكان أثبت المعالجة. هلا هي شغلة. الشغلة الثانية دكتور، بس في إبر عم بيعطوها، شو هي الإبر اللي عم تكون اللي معه سرطان كل أسبوع مثلا بياخد إبرة؟ ما بعرف شو هي، ممكن نعرف أكثر عنها؟ هي من العلاجات الحديثة هي؟ إبرة يعني جرعة قصدي؟ مو جرعة كيماوية، إبر عم بياخدوها هرمونية أو شيء، ولا ما في شيء من هالكلام؟ المعالجة الهرمونية ما قديمة، ما جديدة عفوا، المعالجة الهرمونية قديمة كثير. في عنا معالجات بتصير تارجت أو هدفية بتنعطى كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل ثلاثة، ولكن هي مو إنه إبرة، هي دواء بالسيروم بنعطى بشكل بشكل يعني منتظم. دكتور بالختام خلينا هيك نفائل الناس، من بعد السيدة ما تشفى 99% مثل وكاته 99% من المرض، شو هي، شو لازم تعمل بحياتها، وكل قد ايه وقد ايه لازم ترجع تفحص حالها، وكيف فيها هيك تستمر ما يرجع للمرض. هلا انا بقول لكل سيده نصائح اخيره اللي بتشوف طبيب وهي مقتنعه في بهذا الطبيب برايه ومرتاحه نفسيا عنده، كمل معه معالجه. بعد المعالجه في عندنا فتره من المراقبه، طبعا الفتره من المراقبه هي تمتد مدى الحياه بدون توقف. أول فترة بتكون كل 3-4 شهور، بعدها بتصير كل 6 شهور، بعدها بتصير كل سنة مرة وهكذا. إذا مراقبة مدى الحياة بتكون المراقبة بالفحوصات الدموية، ممكن بالصور الشعاعية، الماموغرافي كل سنة مرة أو الإيكوغرافي، بالفحص السريري عند طبيب. هي كلها شغلات لازم المريضة تبقى على يقظة منها. المرض بيشفى ولكن ممكن يرجع، أو ممكن حتى يصير عندها مرض بالسنة الثانية بأي وقت، مثل أي مرض ثانية ما بيمنع يصير في عندها. لذلك المراقبة هون لازم تكون دورية، وأكثر اهتمام من المريضة اللي من السيدة اللي ما عندها لسه مرض. تمام. فهي هي المتابعة بتكون. أكيد متشكرك دكتور لوجودك معنا، ونتمنى الشفاء لكل سيدة عم تتابعنا. أكيد. تسلمي تسلمي. الله يبعد المرض عن الكل والله يقوي الدكاترة. شكرا كثير لك دكتور.